هلا وصلنا لمحطتنا التالية نور. ويمكن دائما بس يبلش الصيف اول شيء بفكر فيه الكل صغار وكبار هو الاكسسوارات المرافقه اللي بنلبسها دائما بالصيف والالوان المميزه اللي بتعطي فرح وبتضيف طبعا على اطلاله الصبيه او حتى البنت. اليوم كمان صار في اكسسوار للبنات الصغار يعني مو بس الكبار صاروا بيتباروا انه يكون معهم شيء بيشبه اهاليهم. لهيك اليوم معنا كمان مصممه اكسسوار هي صغيره بالعمر وبلشت موهبتها من عمر صغير. رح نتعرف أكثر على أعماله وخلينا نرحب بالمصممة حليمة العلي. صباح الخير حليمة. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. أول شيء أهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي عن بداية شغفك بعمل الإكسسوار. بنعرف في توجه كتير كبير اليوم للصبايا الصغار بعمل الإكسسوار والأشغال اليدوية والأعمال اليدوية، يعني كلها إلى علاقة بالشغل باليد بشكل شخصي. فخلينا نحكي، أنت عمرك 15 سنة يعني مبلشة بعمر كتير صغير، كيف بلشت القصة؟ بصراحة أمي كمان تشتغل بالإكسسوارات وهيك شغلات، فأنا كتير من ما طلعت عليها فورست الهواية منها وحبيت أشتغل كتير شغلات مثل هيك إكسسوارات، أطواء أساور، أطواء للشعر وللأطفال الصغار كمان بشتغل شغلات كتير حلوة وكتير حبيت هاي الهواية. هذا صار لك تقريبا 4 سنين يعني من عمر اصغر لسه بلشتي فيه. طيب نحن مثل ما شايفين هدول يعني درج وصل لهم كذا سنه دارجين هذا النوع من الاكسسوارات. خلينا نحكي عن شغلك، كيف بتبلشي، كيف بلشتي عم يعني بتشوفي تصاميم حدا من الصفحات؟ بنشوف كثير بينشروا تصاميم ولا لا انت عم تختاري لك نمط معين؟ لا هلا انا بشوف بس بحب اضيف اضافات من عندي مشان يطلع شغلي شغل مميز انه غير عن الشغل الاشغال الباقيه. يعني عم شوف قطع منوعه، يعني انت عم تعملي يمكن اكسسوارات بما يتعلق بالكبار والصغار، وعم شوف كمان اليوم عم يكون في اكسسوارات خاصه للاطفال وكلها اشغال، يعني كل هدول اذا بدنا نحكي عنهم اشتغلتيهم بايدك ما هيك؟ خلينا نحكي عنهم، كيف بيتم شغلهم، قديش بياخذوا وقت؟ هلا بياخذوا وقت تقريبا نص ساعه. بكون انا مجهزه الغراض، مثلا بياخذوا لولو، بجيبوا اقواص حديد، انا بلفهم. انت بتلبسيهم حتى كل شيء؟ انا بسوي كل شيء وبعمل هي الورده اللي بالنص. هي جديده شوي، هي اول مره اشوف هذا الشكل. هي كمان اسواره ولا هي مطاطه للشعر؟ مطاطه بس كمان فكره جديده شوي، يعني بتشبه الشيء اللي عملتيه من اساور، يمكن نفس النمط. هذا خيط؟ ايه خيط، خيط ومطاطه عاديه. أيوة وانت ملبستيها وعامله فيها لولو. طبعا هون انت فيك تغيري الاحجار او تعملي الشيء اللي بدك اياه، بغير الحجم مثلا وهيك بغير بالالوان. حلو. طيب بلشت العالم تتعرف على اكسسوارات اكيد، خلينا نحكي عن ردة فعل الناس وكيف بتم تصميمها، يعني بيشوفوا القطعه بيشتروها او ممكن يقولوا لك مثلا نحن حابين تصميم خاص معين، بيقولوا لك عليه وانت بتشتغلي؟ ايه بيقولوا لي عليه وبشتغله، انه وكمان سوقت كثير انه انشهر شغلي كثير وحابين انشهر اكثر. ان شاء الله بنتمنى لك اكيد. قد ايه حلوين هدول تبعون الاولاد الصغار، قد ايه حلوين، يعني هي يمكن بتنفع لكثير مناسبات. هلا صاروا عم يلبسوها على الثياب وحتى كمان اذا عندهم مناسبات بدهم يحضروا شيء يمكن بتزيدي اكثر الذهبي او الفضي. ممكن حدا يقول لك يوصيكي على موديل معين، بتعملي تواصي اشكال اذا حدا بعث لك شيء؟ اكيد بعمل، بشكل مثلا للاعراس بزيد لهم شيء فيه لماع اكثر. طيب يمكن بالاونه الاخيره شفنا كثير من الصبايا اشتغلوا بالهاند ميد والاعمال اليدويه، شو اللي ممكن نقول بيميز اليوم حليمه او حاولتي يكون في لك خط خاص او لمسه خاصه ضمن هالسوق الواسع الكبير اليوم؟ يعني كيف حاولتي تتميزي انت بتصاميمك من خلال افكارك المختلفه، من خلال شغفك بالقصة؟ اكيد ويعني من خلال اضافاتي انا من عقلي، يعني انه صحيح بشوف فيديوهات بس انا بضيف يعني اشياء اكثر مشان يطلع مثل ما قلت لك شغلي مميز. فيعني هيك. من وين تستوحي الافكار؟ احيانا من اليوتيوب وفي الانسه سوريا إلى فضل كثير علي، كمان حيتني على هالشغله، شجعتني اكثر ويعني تعطيني افكار اكثر كمان. والفضل كمان لماما اكيد، عشان تحيه اكيد هي اشتهدت علي ونمت لي هوايتي. حلو، يعني كمان هذا نوع نور في كثير ناس بيحبوه اللي هو اللي بيجي مثل ما بنقول عنه بوندان، بيجي مطاط وانت بتحطي بقى عليه الاشكال اللي بدك اياها ويمكن بيناسب كل الاعمار. هلا انت شوي عملتيه للاولاد للاطفال، وانت عندك حب كانه تعملي شيء بخص
الأطفال أكثر؟ يعني توجهتي لهذا الشيء الواضح من الشغل اللي أنت مشتغلتي أكثر؟ للأطفال أكثر، يعني الشغلات الناعمة أكثر، الملونة أكثر يمكن. طيب نحن معنا وقت قليل، إذا بدك تبلشي هلا شو كان بدك تعملي؟ شكلك بدك تعملي مطاطة. بدي أعمل مطاطة. أيوة خلينا نبلش وأنت عم تحكي. طبعا الخيط أنت بتنقيه في أي على حسب اللون. إيه جاهز. عم بيقولوا لنا بالكنترول كان عندك تاسع السنة. كيف كان الامتحان؟ تمام الحمد لله. موفق. ماشي الحال؟ يلا إن شاء الله من الناجحين وعلامات عالية يا رب. يعني دائما الواحد بيكون عنده موهبة، في ناس بتحب تكمل فيها، في ناس بتقول لا هي بدها تضل موهبة وأنا بدي كمل بدراستي بشي تاني. نفس الشيء في بالك شيء تاني للدراسة ولا هلا الدراسة شيء والأعمال شيء تاني؟ شو حابة شو حابة تكملي؟ هندسة إن شاء الله. هندسة إن شاء الله. حلو، فرح حلو. كله بيميل يمكن اللي بيشتغل فني لأنه يروح للهندسات للفنون الجميلة لهي القصص. هون كيف عم تتم القصبة؟ يعني أول شيء نحن ربطنا الخيط بالمطاطة. أيوة ربطنا، بعدين حطينا اللولو. بس أيوة بدنا نرجع إيدك شوي مشان نقدر ناخذ التفاصيل مشان الناس تشوف. هلا برجع بحط لولو. مع كل لولاية انت ماسكتيها هيك. تمام، انت ماسكتيها هيك ونحن ما عم نشوف شو عم تشتغلي. طيب فبس هيك بيني لهم مشان يبين على الكاميرا. ايوه تمام. هلا بعدها سريعه ما شاء الله، يعني ممكن تاخذ معك 5 دقائق. هي ما بتاخذ وقت كثير، مو مثل الشعر او هيك تبعون الشعر. طبعا بدهم وقت وشغل. وبدهم سيليكون كمان، ما رح لح احفظها، صعب. ما نور هلا هي كل مع كل عم تشوف مع كل لولو عقده. يعني انت اول شيء ربطتيها للولايه، بعدين مع كل ولايه بترمي. ايوه وفي عقده. حفظتيها نور؟ عملي لي هلا بدي اعملها وحده اليوم. بس حسب اللون، يعني هلا نحن شفنا مثلا عندك بينك ولولو وابيض، كل مطاطه بتختاري الالوان اللي بتناسبها. يعني حسب الطلبات كمان. بيجي طلبات على الالوان، بيقول لك بدنا الوان معينه مشان الديزاين معين. يعني الملفت بالنظر نور، دائما نحن وصغار يمكن عن جد كانت اكثر قطعه بنحب نلبسها ونحن وصغار القواص. صح ما بيقولوا، يعني يمكن ما حدا ما لبس قوص. طبعا هلا عن جديد راجع مره ثانيه للصبايا الكبار موضه القواص، الشيء العريض، الشيء اللي فيه ستراس، حتى عم بحطوه كموديل بالاعراس. صحيح. او حتى في شفت عروسات السنه كانوا حاطين اللي بدل التاج التقليدي كانوا عم بحطوا القوص العريض اللي فيه. حاولتي تعملي هيك شيء؟ حاولت اعمل عروقه كمان. بس يعني لسه بدي شوي. بدها شويه وقت. يلا ان شاء الله قريبا بتصيري. وقواص على نفس المبدا، يعني ممكن تلبسي قواص مثلا لولو. اشتغلتي هيك شيء؟ اشتغلت. حلو. انا عم حاول اتعلم، يعني عم حاول لهيه مشان تشتغل هي شوي ببطء وانا احفظ بس سريعه ما شاء الله. هذول الخيطان شو بنسميهم؟ ولا لا خيط اي خيط ممكن يمشي الحال؟ بيمشي حابس انه هيك يكون حرير، خيط حرير. تمام. أيوة. خيط حرير. هلا في مقاسات يمكن من نوع احجام، يعني انا يمكن شفت حتى انت هون لافه بقلب العلبه هي، هذا خيط حرير بس هذا حجم صغير. كمان فيكي تعملي بهذا الحجم. وهدول شو هون كمان؟ هي نفس اللي عم تشتغلها. تمام. هي نفس اللي بايدك صح؟ بس هي هي اذا بتفرديها هيك ببين معك ليك المطاطه من هون. المطاطه من جوا. المطاطه من جوا عشان ما تبين. اي ما بتبين، وهي مختاره انه اسود مع نفس اسود الألوان. فوشي مع فوشي مهضومين. يعني هي ممكن تنفع للكبار، هي إليك، والثانيه اللي عم تعملها الفوشي بتعملي مثل لولو. واعملي لي اذا تعلمتي اعملي لي مع اللون الازرق. اللون هدول كمان فيهم للاولاد وفيهم للصبايا. مزبوط. يعني هلا شوفي من الحجم مبين القياسات الصغيرة. القياسات الصغيرة. أنا بتذكر نحن بالتسعينات درجة موضة هاد النوع من الحجر جدا جدا لما كنا نحن أولاد. إذا متذكرة نور. هاد كان في منه ألوان كتير. وفي منهم يعملوها بالخيوط ونشد الخيط. هذا النوع كان دارج جدا نحن وصغار، كان لازم ما تلاقي صبية إلا ولابسة منه. وعامل أنا هون طوق كمان هيك بينشد من ورا. من نفس هذا نفس الموديل. يلا بس طلعته. بس اليوم عم تشوفي في كثير الوان، يعني قبل كان هاد شفتي عرفته دغري لانه كنا نحن صغار كلياتنا من هذا الشيء. هذا بس اليوم في كثير الوان، يعني اليوم عم نشوف في كثير الوان ميكس بدمج الالوان. حلوين، يعني لهم علاقه بالوان الصيف بشكل كبير.
خلصنا تقريبا؟ ايه هي اخر قطبة واخر شيء بقى قطعة عادية. يلا خلصنا، فينا نشوف ايدها، فيكي بس تعلي شوي ايدك مشان نشوفوا اخر باقي لها الولاية وقطبة. يلا خلينا نخلصها، ما اخذت منك وقت فعليا يعني خمس دقائق تقريبا. شغلة بسيطة فعلا. وحلو. هاي في طلب عليها كثير تحسين الصبايا؟ السنة كثير موضة الاكسسوارات بالشعر، ان كان قواص، مطاطات، بكلات مثل ما هي عامله، هدول كثير مطلوبين. لكن كيف فرقت القطعه ولونها؟ كثير طلعت يعني حلوه. من مطاطه عاديه صارت بس تفرديها هيك قبل ما تقصيها، بس تفرديها هيك مشان تبين نبرمها هيك شوي هيك. كمان كمان ايوه بس شوي بس مشان ياخذوها. تمام، شكرا كثير عن جد. حتى تفاصيل القطبه يعني واضحه حلوين. شكرا كثير لك حليمة، وبنتمنى لك دائما التوفيق بكل شيء بتعمليه، وان شاء الله موفقة السنة بالتاسع ومن بتحصلي نتائج عالية. شكرا لك. اكيد بالختام بدنا نشكرك حليمة العلي، مصممة اكسسوار، ويمكن انت اصغر مصممة اكسسوار اليوم ضمن رحلاتنا الصباحية. نتمنى التوفيق لك، وان شاء الله مثل ما قلتي يعني نشوف لك نجاحات واسعة، ويكون اسمك منتشر مو فقط في سوريا على مستوى العالم العربي. شكرا كثير لك. شكرا لك.